أهلا بكم من جديد. دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة بعد إعلان فرنسا دعمها لاستخدام أوكرانيا صواريخ فرنسية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، في خطوة تالي موقف واشنطن ولندن الداعم لأوكرانيا. وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده لا تضع خطوطا حمراء في دعم كييف، مؤكدا أن خيار مشاركة جنود فرنسيين في العمليات القتالية غير مستبعد. هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة في روسيا التي دعت بدورها الغرب إلى وقف الدعم العسكري لأوكرانيا. ينضم إلينا متابعا ومحللا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس سيد زيد العظم، المحلل السياسي وعضو حزب النهضة الفرنسية. سيد زيد، تحية لك في البداية. مساء الخير عزيزتي لك ولجميع المشاهدين. قراءتك مبدئيا للموقف الفرنسي الأخير ويعني الدعم لاستخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي؟ عزيزتي، لنبدأ بنقطة مهمة جدا، هو السياق الزمني. متى وزير الخارجية الفرنسي لوح وقال بشكل صريح أنه لا خطوط حمراء في سبيل دعم كييف وسبيل دعم الجيش الأوكراني؟ وجميع الصواريخ وجميع الأسلحة التي قامت فرنسا بتزويدها للجيش الأوكراني بات بمقدور كييف استخدامها حتى في المدايات البعيدة وحتى في استهداف العمق الروسي. وهنا في هذا السياق نستحضر صواريخ سكالف الفرنسية التي تصل إلى مدايات بعيدة ربما تصل إلى 400 كيلومتر. لكن الزمن أتى بعد أن أعلنت كوريا الشمالية بأنها في صدد إرسال جنود ومقاتلين وأسلحة إلى الجبهة الروسية الأوكرانية. من هنا كان لزاما على الحلفاء لا سيما فرنسا بأن لا تترك أوكرانيا لوحدها أمام مشاركة جديدة إضافية إلى جانب روسيا تدخل القوات الكورية الشمالية. كوريا الشمالية على مستوى الاحترام بالقانون الدولي مشهود لها بعدم الالتزام بالقانون الدولي، لا يوجد معرفة كاملة ما هي نوعية الأسلحة التي ستستخدم من قبل الطرف الكوري الشمالي. ربما سيتم استخدام أسلحة كورية، ربما يتم استخدام أسلحة محرمة دوليا ويتم زجها في الجبهة. هذا من جهة. إذن ما أنا بتصوري أنه رسالة وزير الخارجية الفرنسي كانت هي يعني للرد على التحالف الروسي الكوري الشمالي في الأرض في الجبهة الروسية الأوكرانية. أيضا يجب أن نكون واضحين، عندما انتهت نتائج الانتخابات الأمريكية في أمريكا، الانتخابات الرئاسية في أمريكا ونجح ترامب، جميع المسؤولين الفرنسيين حتى المسؤولين الاقتصاديين والمسؤولين الماليين ومن باب أولى طبعا رئيس الدبلوماسية الفرنسية حذروا من أن أجندة ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا هذه المرة قد تكون مختلفة عن أجندة أوروبا. يعني قد ربما، أنا أقول ربما، أنه يجنح ترامب إلى عقد صفقة ما مع بوتين على حساب السيادة الأوكرانية. وعندما نقول على حساب السيادة الأوكرانية يعني على حساب الأمن الأوروبي، لأنه بالعودة أيضا إلى لقاء وزير الخارجية الفرنسي على البي بي سي عندما تحدث عن إسقاط الخطوط الحمر قال بأنه الأمن الأوكراني من أمن فرنسا، السيادة الأوكرانية من السيادة الأوروبية. إذن استحضار فرنسا والسماح لها وإعطائها كل الأضواء الخضر إلى أوكرانيا هي بالدرجة الأولى رسائل دولية، رسائل دولية إلى الحلف الروسي. يعني أنتم تقصدون أن الأرجح بالنسبة لترامب هو أن يتحالف مع يعني روسيا اللدودة للولايات المتحدة على طول الخط لغير صالح الجانب الأوكراني؟ لنكون واضحين، بعض التسريبات تقول أنه من الممكن أن يعقد ترامب صفقة مع روسيا، هذه الصفقة تسمح له أو تشرعن له القرم. ربما هذا ما نقرأه في الصحف، هذا ما تكشف عنه كشفت عنه صحيفة لوبوان الفرنسية. هذا الأمر خطير جدا بالنسبة للأمن الأوروبي، لأنه اليوم إذا تمكن بوتين وتمكنت روسيا من بسط سيادتها والاعتراف وتجيير هذه السيطرة لأن تصبح لأن تنال اعتراف دولي، فهذا يؤدي في المستقبل لأن روسيا أيضا تلجأ إلى نفس التكتيك في نهش وقضم أراضي أوكرانية جديدة وربما أراضي أوروبية جديدة. نتحدث عن أراضي بولندية، نتحدث عن دول البلطيق. نحن نعرف اليوم أن دول البلطيق الآن حقيقة هي في حالة ذعر
من وصول ترامب، لانه حتى على من الممكن ان تكون دول البلطيق التي الان تحت الحمايه الامريكيه وتحت حمايه اداره بايدن في السنتين بالسنتين ونص الماضيين، نحن الان في حال انه ترامب وصل الى اتفاقيه واعترف بالسياده الروسيه على القرم، فهذا بالنسبه للاوروبيين تهديد وخطر كبير، لانه ستزيد من شهيه بوتين على ان يقدم اراضي اوروبيه جديده، مره اخرى اقول لا سيما للدول الحدوديه. وعلينا ان لا ننسى ان حتى السويد ايضا تتخوف من هذه النقطه، لانه لو عدنا اداره الى بوتين نقطه دعم فرنسا لاستخدام اوكرانيا، الصواريخ الفرنسيه بعيده المدى لضرب العمق الروسي على الجانب الروسي، هل تقف روسيا مكتوفة اليد؟ ما البدائل لديها؟ يعني ما السيناريوهات المقبلة سريعا جدا بعد إذنك؟ لا، لن تقف مكتوفة الأيد، ولكن سيدتي نحن نعلم دائما أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، يعني ربما دائما السلام واتفاقيات وقف إطلاق النار تحدث عندما يرى الطرفان أن كلا الطرفين قوي ولا أحد قادر أن يغلب الآخر. عندما تقول فرنسا باننا نحن مع اوكرانيا، الاتحاد الاوروبي مع اوكرانيا، حتى ولو الولايات المتحده الامريكيه تخلت عن اوروبا، ربما هذا سيعطي رساله قويه الى موسكو بان اوكرانيا مدعومه ومسنوده من قبل الاتحاد الاوروبي، وربما سيفكر بوتين الف مره قبل ان يقدم على ارتكابات جديده في مفهوم. اوكرانيا. اشكرك متابع معنا من باريس السيد زيد العظم المحلل السياسي، جزيل الشكر لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ووصلنا معكم إلى ختام لقائنا اليوم من خلال من القاهرة. متابعتنا تتواصل معكم وبعد قليل ساعة إخبارية شاملة على شاشة قناة من الأخبار. أترككم في رعاية الله وتصبحون على ألف خير. إلى اللقاء.